مكرونة بالطماطم والريحان، هستخدم فيها الاسباجيتي، هستخدم فيها زيت الزيتون والبصل الأحمر المفروم والثوم مفروم وطماطم متقشرة ومفرومة وشوربة فراخ أو شوربة لحمة أو شوربة خضار أو مية سخنة، وهستخدم الريحان والملح والفلفل والموتزاريلا المبشورة. وتعالوا نشوف هنعمل الوصفة ازاي عقبال ما انتوا تصوروا المقادير. طبعا اللي عايز يستخدم زيت ذرة، اللي عايز يحط زبدة، اللي عايز يحط سمنة، براحتكم خالص. انا هستخدم زيت الزيتون. فنقول بسم الله. انا سخنت الوق كويس قوي قوي، هاخد معلقتين كبار من الزيت وهنزل معاهم البصل الاحمر المفروم ناعم، وطالما حطينا بصل يبقى اوتوماتيك طبعا هنبتدي نتبل البصل ده بالملح الفلفل الاسود ونقلب. انا هنا مش عايزه بصل محمر، عايزه بصل طري ابيض طري، لا مش ابيض، شفاف طري، يعني مش واخد لون. يبقى ملح وفلفل وزيت زيتون وبصل احمر مفروم. انزل بقى بعد ما طري وطلع ريحته بالريحان. انا عندي هنا الريحان فريش، عايزين تستخدموا الريحان مجفف ممكن، ما عندكوش وعندكوا روزماري او زعتر برضو تمام، بس المكرونه مع الريحان دويتو لذيذ جدا جدا. طبعا المكرونه من الحاجات اللي بتقبل اي حاجه، يعني كل الاطعم بتليق معاها، زيها زي طبعا اللسان العصفور والشعريه لان هم من عجينه المكرونه، زيها زي اللازانيا، حتى الشعريه ساعات بنعملها بالسكر. عملنا قبل كده مكرونه بالشوكولاته زمان خالص في بداياتنا. احنا طول عمرنا الحمد لله بنحب نجدد ونغير ونطور، فالمكرونه يعني تستقبل اي حاجه. المهم حطينا زيت زيتون، حطينا بصل احمر مفروم، تبلناه بالملح والفلفل والريحان، استنينا كده لما الريحان طلع ريحته ونكه الزيت والبصل، هننزل بالثوم لا اسفه بالطماطم، ودي انا شايله القشر منها. ودايما زي ما بقول لازم نستنى الحراره تعلى تاني، لان انا نزلت كميه حاجات في درجه حراره الغرفه او حتى ساقعه، فنزلت درجه الحراره عندي، لازم استنى درجه الحراره تطلع تاني والمكونات كلها تمتزج مع بعض قبل ما انزل المكون اللي بعده. من الصوت لسه درجه الحراره ما عليتش قوي، فبنتظر شويه. لحد ما احس ان درجة الحرارة عليت مظبوط. عايزين تحطوا صلصة ممكن تحطوا صلصة، عايزين تحطوا كريمة ممكن تحطوا كريمة، عايزين تحطوا مية بدل الشوربة ممكن جدا طبعا، بس انا بما ان ما عنديش لحوم فالشوربة بتدي غنى كده في الطعم شوية. سامعين بقى؟ خلاص كده الحرارة جهزت اني انزل اللي بعده. طبعا الثوم مش من الحاجات اللي بتنزل حرارة المكونات لانه كميته قليلة، فهنا مش مستنية الحرارة تعلى لكن مستنية ان الثوم يتنكه وينكه المكونات وريحته تطلع كده ويسخن مع الحاجة. هقوم عاملة ايه؟ هقوم جايبة المكرونة، والسباجيتي مش بتتكسر، بتتحط صحيحة زي ما هي. وانا بحب احطهم عكس بعض كده عشان ما يلزقوش في بعض. طبعا ممكن مش سباجيتي، اي حاجة عندكم، اي نوع مكرونة عندكم تستخدموه عادي. بعدين هبتدي احط السائل، والسائل لازم يكون سخن عشان المكرونة ما تعجنش.
حطينا الشوربة وهزود مية سخنة، عشان زي ما اتفقنا لازم السائل يكون سخن ويكون كتير ويكون خفيف، تلات حاجات عشان يسوي لي المكرونة بتاعتي. كل شوية لازم أرجع تاني للمكرونة أبص عليها و أتأكد إن السائل كميته مظبوطة، أتأكد إنه سخونيته مظبوطة، وأتأكد إني بحرك المكرونة عشان ما تلزقش في بعضها. بس كده، وبسيبها بتغلي مع الصوص، الصوص بيتقل وهي بتستوي، وبكده أكون عملت وجبة كاملة في حلة واحدة، وما استخدمتش مواعين. وانتوا طبعا كمان مش هيبقى عندكم المواعين بتاعة المكونات، لانكم طبعا هتاخدوا وتشتغلوا على طول من التلاجة، وكمان نكون وفرنا وقت وجهد بدل ما اسلق واصفي وارجع اعمل الصوص وانزل في الصوص، الموضوع ده بيبقى اسهل واسرع كتير. طيب يا اميرة انا عايزة احط اللحوم، يبقى مع البصل في الاول خالص، عايزة تشوحي لحمة، عايزة تشوحي فراخ، عايزة تشوحي جمبري. طيب انا عندي اصلا بواقي، بعد ما تعملي الصوص خالص وقبل ما تحطي المكرونة نزلي اللحوم المتبقية عندك، قلبيها تقليبة مع الصوص عشان يعني تبقى فريش كده وتنتعش شوية، وبعدين حطي المكرونة وحطي المية أو الشوربة. بيبقوا لزاز قوي قوي، وخاصة لما نكون مسافرين في مصيف ولا حاجة. طيب احنا كده مستنيين ايه؟ المية بدأت تغلي او الشوربة بدأت تغلي، المكرونة هتبدأ تستوي. شايفين المكرونة بدأت تستوي ومش ملزقة وسهلة وسريعة. طبعا اللون هنا فاتح لان احنا ما حطيناش صلصة، لكن لو انتوا حابين تحطوا صلصة حطوا. دي المكرونة اللي بالريحان، وانا نقلتها على النار الاهدى عشان تكمل تسويتها، وانزل لها الجبنة. طبعا انا ما بنزلش الجبنة في الاول علشان ما اخسرش المطة بتاعتها لما تقعد على النار فترة طويلة، نفس فكرة الفرن. فبحط لما تخش في التسوية عشان تفضل بتمط. الموتزاريلا المفروض تكون في درجة حرارة الغرفة، لان لو عليها سقوعية او عليها تلج مش هتمط كويس. لازم تكون جبنة موتزاريلا طبيعية، ولازم تكون مش ساقعة، ولازم تتحط في الآخر. ثلاث أسباب لنجاح المطة بتاعة الجبنة الموتزاريلا، وأهمهم نوعها. تروحوا عند قسم الأجبان وتقولوا لهم افرموا لنا أو ابشروا لنا جبنة موتزاريلا طبيعية. هقلب. استوت وبقت لذيذة جدا، لأن طبعا لازم تبقى تلات أرباع سوا وتبقى الدنتي. وبعدين أقوم جايبة أغرف هنا طبق كده، بعدين نقوم رشين عليه اخضر كده.